هي دي اللي وفرت، لان كلمه الامن الغذائي تعني اربع محاور، تعني الاتاحه يعني يبقى في عندك سلاح، تعني الديمومه او الاستدامه يبقى الانتاج ده بتاعك مستمر مش فتره وفتره تانية ما تلاقوهوش، تعني سرعه الوصول، تعني سلامه الغذاء. طب الاربع محاور دول متحققين او متحققين بنسبه؟ متحققين. الاتاحه موجوده، الاستدامه بتاعت السلع الغذائيه موجوده، سرعه الوصول، شبكه الطرق القوميه اللي اتعملت والنهارده بيتم افتتاح المحور بتاع بورسعيد العين السخنه ب 8 مليار جنيه، كل ده بيعمل لك سرعه نقل المنتجات من اماكن الانتاج للاسواق، بيقلل الفاقد، وبالتالي حتى الطرق دي بتحسن من حاله الامن الغذائي في مصر. طيب هيئه سلامه الغذاء، انشات مصر هيئه سلامه الغذاء وبدات اعمالها، ونتمنى ليها التوفيق انها تشرف اكتر ويكون في انضباط اكتر على سلامه الغذاء. وبالتالي اللي عمل الاتاحه والوفره في الانتاج هي المشروعات القوميه الزراعيه. رد بس. انا يعني بس ده اللي اقدر اقوله يعني. تمام. طيب برضو في شكاوى، معلش انا اسفه، من المزارعين، يقول لك ان مركز البحوث الزراعيه